السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا المرة اللي فاتت وصلنا اللي احنا خلصنا الانستليشن بتاع الكونفيجريشن مانجر. النهاردة هنبتدي في البوست انستليشن تاسكس. اول تاسك او اول حاجة هنعملها اللي هي الديسكفريز. لو دخلنا على الانستليشن او خلينا قبل ما نخش على الادمنستريشن اديكم اوفر فيو عن الكونسول. هو اول حاجة عندنا الاسيت اند كومبلاينس، ده اللي بيرن فيه اليوزرز والديفايس اللي عندي، وعندي هنا سوفت وير لايبراري. هنا بيكون عندي الاوبريتنج سيستم والابلكيشنز والويندوز ابديتس اللي انا هعملها ديبلوي. هنا المونيتورنج اللي هو اقدر المونيتور الستيت بتاعه الكونفيجريشن مانجر ذات نفسه والرولز بتاعته والستاتس بتاعه الديبلويمنت والستاتس بتاعه الايجنتس والكلام ده. وهنا الادمنستريشن اللي هقدر اعمل كونفيجريشن اللي انا عاوزها اكلاينتس. لو جيت على الادمنستريشن هتلاقي عندك حاجه اسمها هيراركي كونفيجريشن. لو دخلت على الديسكفري ميثودز هتلاقي عندك حوالي 5 ميثودز للديسكفري. الاكتف دايركتري فورست ديسكفري، جروب ديسكفري، سيستم ديسكفري، يوزر ديسكفري، وهيرت بيت، ونتورك ديسكفري. باي ديفولت الهيرت بيت ديسكفري انيبلد. ده اللي هو الكونفيجريشن مانجر بيحاول يكونكت على الكلاينتس بتاعته بشكل دوري علشان يتاكد ان هما اونلاين ولا لا، او يحدث الديسكفري داتا بتاعته. انا بقى علشان ابتدي اعمل ديسكفري لداتا عندي في الفورست او ديسكفر الكمبيوترز اللي عندي، فانا عندي دول اللي هشتغل عليهم بشكل اساسي، الفورست وجروب وسيستم ويوزر. الفورست لو مثلا جيت تعالى نعمل لها انيبل، هاجي هنا مجرد ان انا اقول لها انيبل، ده هيروح يقول ايه الفورست اللي عندي في الفورست اللي انا فيها. هو كونفيجريشن مانجر نازل في الدومين بس لا ما فهمش هو في اي فورست، هو ما فهمش مين التراستد اللي معايا، مين الدومينز التانية اللي عندي. فانا عشان اجيب له المعلومات ديت انيبل الفورست. طب انا ممكن اعمل ايه تاني مع لما اعمل انيبل الفورست؟ انا ممكن اقول له هات لي الاكتف دايركتري سايت ذات داتا والباوندريز بتاعت السايت اللي هي سبنتس، اللي هي يعني مثلا ديفولت سايت نيم والسبنتس الديفولت بتاعتك، وهتعمل الاي بي رينج باوندريز موجوده في السبنت سايتس ديت. ماشي، هترن كل قد ايه؟ باي ديفولت هو بيرن كل 1 ويك. لو قلت له اوكي كده انت عاوز ترن ديسكفري دلوقتي، هقول له يس. لو ادينا له وقته كده وجيت على باوندريز، خلاص هو دلوقتي خلص الديسكفري بتاعتك. قال لك والله انت عندك سبنت او عندك سايت اسمها ديفولت فيرست سايت نيم، دي اكيد دايركتري سايت، راح هيقفل الريتري سايت، والديسكريبشن بتاعها هو اللي هي الدومين مع السايت، وال كريتد في الديت امتى. هو ما جابليش اي سبنتس، اي بي سبنتس، عشان انا مش مكريت اي بي سبنت في الدومين بتاعي. طب لو حبينا بقى نديسكفر مثلا الكمبيوترز، هاجي هنا على الاكتف دايركتري سيستم ديسكفري، هقول له بروبرتيز، هقول له انيبل اكتف دايركتري سيستم ديسكفري. لازم احدد له السكوب اللي هيدور عليه. فلو قلت له براوز كده، انت ممكن تدور في اللاب دومين كله، او ممكن تختار او يو معينه. مثلا في شركات كتيره بتعمل او يو باسم الشركه، وتحتها بيبقى بقى الوحدات بتاعت الشركه، مثلا اتش ار، ماركتنج، الكلام ده ممكن تسيرش هنا. انا هخليه ديسكفر على الدومين كله. عاوز تديسكفر في تشايلد كونتينرز ولا لا؟ اكيد انا محتاج ديسكفر تشايلد كونتينرز. عاوز تديسكفر الاكتف اوبجكتس جوه الاكتف دايركتري جروب، اوكي انا محتاج كده. طب مين الكمبيوتر اكونت اللي انا هستخدمه عشان اقدر اقرا بيه الداتا ديت، او مين الاكونت اللي هستخدمه عشان اقرا بيه الداتا ديت؟ فانا هقول له استخدم كمبيوتر اكونت، علشان احنا اوريدي عملنا له اكستند وادينا له بيرميشنز. او ممكن تدي له اكونت يوزر اكونت عادي، من هنا تقول له مثلا نيو اكونت وتحدد له يوزر اكونت، ده اللي هيستخدمه عشان يقرا الداتا ديت. احنا هنقول له لا، احنا عاوزين نستخدم كمبيوتر اكونت بتاع الاس اس ام كمبيوتر او سيرفر. اقول له اوكي. طب انا هجيب الداتا كل قد ايه؟ باي ديفولت هو هيرن كل 7 ايام. لو انت عاوز تسرع الحكايه ديت مثلا هتخليها كل يوم مثلا، اوكي. enable delta discovery. delta discovery هيرن كل 5 دقايق، هيروح يجيب الحاجات اللي اتغيرت. هو هيعمل واحدة full
كل اسبوع، والتغييرات بس هيجيبها كل 5 دقايق. طب انت عاوز تجيب معلومات ايه من الكمبيوترز اللي احنا هنذكرها ديت؟ الباي ديفولت الكمبيوترات المعلومات هيجيبها مثلا اوبجكت اي دي نيم، مثلا اكونت نيم، السد اللاست لوجن، الديستنجوش نيم. لو انت عاوز بقى تجيب معلومات اضافيه مثلا مين المانجر بتاع اليوزر ديت، هتحتاجها في اليوزر مثلا، هتقول له ادمن هنا، فلما تادمن هنا ديت خلاص اتريبيوت ده هعمل له ديسكفر. هنا اوبشن حلو قوي اللي هو ايه الكمبيوترات اللي هتعمل لها ديسكفر. كل الكمبيوترات، خلونا بس نتاكد ان انا بسجلها. تمام فاكر. هتديسكفر كل الكمبيوترات ولا هتديسكفر الكمبيوترات اللي هي اكتيف بس؟ لا انا عاوز اديسكفر كل الكمبيوترات الاكتيف، مش عاوز اعمل الداتابيز بتاعت الكونفيجريشن مانجر باي كمبيوترات. طب انت هتعرف منين الكمبيوترات الاكتيف بس؟ انا هنا بقول له اللي انا لاست لوجن تايم ستامب، هو ده اللي هيحدد لي. اقول له انا عاوز الكمبيوترات اللي عملت لوجن خلال اخر مثلا 45 يوم. برضو هعمل هنا اللي هو الكمبيوترات باي ديفولت كل 45 يوم او كل 40 يوم بتغير الباسورد بتاعتها، فانا برضو هقول له انا عاوز الكمبيوترات اللي هي اخر 45 يوم غيرت الباسورد بتاعتها، فعشان كده اتاكد ان الكمبيوترات دي اكتيف او الكمبيوترات ديت بتقدر تكونكت على الدومين وبتقدر تغير الباسورد بتاعتها. هقول له ابلاي، run the full discovery دلوقتي. هقول له يس اوكي. دلوقتي لو رحت على اسيت اند كومبلاينس، المفروض هخش على devices، هيبتدي يجيب لي الكمبيوترز بتاعتي. خلينا نعمل اليوزر ديسكفري برضو، وبعد كده نروح نشوف اليوزرز اللي عملهم ديسكفر والكمبيوترز. نفس الخطوات انيبل، وهقول له ديسكفر على اللاب الدومين كله اوكي. كل 7 ايام برضو، كل 5 دقايق، والاتريبيوتس اللي انت عاوزها هتقول له اوكي. ران فول ديسكفري دلوقتي اوكي. الجروب هو هيجيب لك والله الجروبز هي ايه ومين الممبرز بتوعهم، بس احنا مش محتاجين حاجه زي ديت، احنا محتاجين اليوزرز والكمبيوترز بس والفورس ديسكفري، والهيرت بيت باي ديفولت هي انيبل. لو جيت هنا على الاسيت اند كومبلاينس، اهو دلوقتي عمل لك ديسكفر وجاب لك الاجهزه بتاعتك اهيت اللي هي جوين للدومين. ولو جيت هنا على اليوزرز، المفروض برضو يبتدي يجيب لك اليوزرز اللي عندك في الدومين زي ما انتم شايفين. انا خلاص دلوقتي عملت ديسكفر للسايتس اللي عندي او الدومين اللي عندي والكمبيوترات اللي جواه واليوزرز اللي جواه. انا بقى عاوز امانج الكلام ده، فالكونفيجريشن مانجر عشان يقدر يمانج حاجه ويقدر يكولكت داتا من عليها زي ما احنا قلنا الرولز بتاعته اللي هو بيعملها، الكونفيجريشن مانجر محتاج يرمي ايجنت على الاجهزه ديت عشان يقدر يكولكت من عليها داتا. فانا لو جيت هنا قلت له كليك يمين ستارت سوري انستول كلاينت، نكست نكست، هيقول لي مش هينفع علشان الكمبيوتر ده مش اساين تو سايت. طب انا هعمل لازم اخلي الكمبيوتر ده اساين تو سايت، اساين تو سايت يبقى هنا في سايت كود. طب ده هعمله ازاي؟ هاجي هنا في ادمنستريشن باوندريز، اول حاجه محتاج اعمل باوندري بالسبنت اللي انا عاملها. هاجي هنا اقول له كريت باوندري، هسميها 10.0.0.0/24 السبنت بتاعتي، هخليها اي بي ادرس رينج، واخليها 10.0.0.1 لغاية 10.0.0.254 سوري 254 اوكي ابلاي اوكي. فانا دلوقتي بقى عندي اي بي رينج في الباوندريز بتاعتي. الباوندريز ديت اللي هو انا دلوقتي ككونفيجريشن مانجر، والله انا كونكتد على الاكتيف دايركتري، ومثلا لو انا كنت عامل سبنس في الاكتيف دايركتري، خلينا نيجي هنا مثلا في الاكتيف دايركتري، فين الاكتيف دايركتري؟ ادي الاكتيف دايركتري، وخلينا اعمل لوجن. لو جيت هنا في التول
Active Directory Site and Services. في الـ Active Directory Site and Services دخلت على الـ Sites Subnets. لو أنا كنت بعرف Subnets هنا كانت هتظهر لي في الـ Configuration Manager. فلما يكون مثلا عندي 200 Subnet وأنا عاوز Configuration Manager معين، سيرفر معين هو اللي يمانج 100 سبنت، وكونفيجريشن مانجر يمانج ال 100 سبنت الثانيه، او عندي 100 سبنت دول موجودين في الهيد كوارتر، وعندي 50 سبنت في برانش و50 سبنت في برانش، وعاوز كل برانش من دول يكون اساين للكونفيجريشن مانجر معين. فانا من خلال الباوندريز بحدد لكل كونفيجريشن مانجر مين السبنت او مين الاي بيز اللي انت هتقدر تعمل لها مانجمنت. فانا هنا عملت له السبنت. طب علشان اساين الكلام ده للكونفيجريشن مانجر سيرفر، باجي هنا باوندري جروب وبقول له كريت باوندري جروب، وهسميه مثلا لاب هيد كوارتر باوندري جروب. معلش التاب بايظ، خلينا نعدلها. لاب هيد كوارتر باوندري جروب. هتقدم فيه مين الباوندريز بتاعتك؟ هتقدم فيه الباوندري، خلينا نقدم اتنين باوندري. هقول له اوكي ماشي. طب انت دلوقتي عم حطيت الباوندريز ديت في باوندري جروب، تعمل ايه بعد كده؟ هاجي في الريفرنس هقول الباوندري جروب ديت هتعتبر السايت بتاعتي اللي هي اللي اسمها لاب اتش كيو. لو تفتكروا وانا بيحصل اعمل سيت اب للسيرفر، قال لك السيرفر ده ايه سايت كود بتاعه وايه السايت بتاعته، فاحنا قلنا ده هيبقى اسايند للسايت ديت. لو انت كان عندك بقى كذا سايت فتقدر تخلي الباوندري جروب الفلانية اسايند لسايت معين. ماشي. طب انا دلوقتي قلت له والله الباوندريز ديت بقت في باوندري جروب، والريفرنس بتاعهم او دول اسايند تو سايت كونفيجريشن مانجر سايت الفلانية. طب فين السيرفر اللي انت هتمانج من خلاله؟ هاجي هنا اقول له انا عاوز ال SCM01 هو السيرفر اللي همانج من خلاله. وهنا في نوع كونكشن فاست ولا سلو. لو انا كده قلت له سلو او فاست، فاست فمعنى كده اللي هو معاهم في نفس السايت. يعني انا لو جيت هنا قلت له باوندري جروب ديت ال 10.0.0.1 لغايه 254 وهي هنا فاست، فكده الكونفيجريشن مانجر سيرفر مع العشرات في نفس السبنت. ممكن اعمل بعد كده باوندري جروب تانية، مثلا سي العشرات دول جايين مع الانترنت او دول في بي ان، فباجي هنا على الكونفيجريشن مانجر واخليهم سلو عشان دول جايين عن طريق النتورك، فانت مش هتقدر تعمل لهم مانج بنفس الطريقه اللي انت بتعمل لهم مانج عن طريق الفاست كونكشن. اوكي، يبقى انا كده عملت ثلاث حاجات النهارده. عملت ديسكفري، عملت ديسكفر للفورست بتاعتي والكمبيوترز اللي فيها واليوزرز، عملت الباوندريز الموجوده عندي في الدومين السبنتس اللي موجوده عندي، وعملت الباوندري جروب اللي من خلالها عملت اساين للباوندريز ديت للسيرفر عشان السيرفر ده هو اللي عمل لهم مانج. فلما جيت هنا في الاسيتس اند كومبلاينس هتلاقي السايت كود لسه ما ظهرش، بس هو لما هيظهر هيظهر هنا بكلمه لاب. احيانا الكونسول ده بيتاخر في اللي هو يظهر التشنجز اللي عملناها، بس لو المره دي انت جيت على الدي سي كده وقلت له انستول كلاينت نكست، المرة دي قبل وعمل انستوليشن في السايت اللي اسمها لاب. فكده انا عشان اقدر اعمل انستول لكلاين لازم اكون الاول عملت له اساين لسايت كود. خلينا المرة الجاية نبتدي بقى نتكلم عن الكلاينت انستوليشن. احنا كده شفنا البوست انستوليشن مين تاسكس اللي هي ديسكفري، باوندريز، باوندري جروب. استناكم في فيديو جاي ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.